الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، الحمد لله الذي وهبنا القرآن العظيم، الحمد لله الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم شافعا لنا يوم الدين، الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. قال في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. صدق الله العظيم. نشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه رب العزة جل وعلا وأعطاه ما لم يعطي ملكا ولا نبيا ولا إنسيا ولا جنيا، وباركه رب العزة جل وعلا وبارك أمته فجعله خاتما للأنبياء والمرسلين، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى على الصحابة الكرام أجمعين وللتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليوم بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث عن التكاتف في زمن الأزمات، أو التكاتف الوطني والتعامل مع الأزمات. أحبتي في الله، المولى سبحانه وتعالى أغدق على هذه البلد بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وجعلها خزائن الأرض. ومن فضل الله ومنته علينا أن الخير لا يخلص أو لا ينتهي من هذه البلد، لأنها خزائن الأرض، ولأن الله جل وعلا ذكرها في كتابه العزيز بأنها خزائن الأرض: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكانت هذه البلدة الطيبة التي ذكرها رب العزة جل وعلا في كتابه 5 مرات هي خزائن الأرض، فلن تنتهي هذه الخزائن إلى يوم القيامة، بل إنها ستدر الخير على سائر البلاد. لذلك يا أحبتي في الله، كل العالم في هذه الأيام يمر بأزمات كثيرة، سواء اقتصادية أو عسكرية، أي أنواع الأزمات التي تتخيلونها يمر بها العالم الآن، إلا هذا البلد الطيب المبارك لم يكن به أزمات، ولكن الأزمات قد افتعلها بعض أهل هذه البلد. المولى سبحانه وتعالى أغدق علينا بالنعم، ولكن هناك من يجحد النعم، فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في إخواننا وفي أهلينا، وأن نتكاتف جميعاً حتى لا نرى سائلا على الأبواب، نتكاتف جميعا حتى لا يحدث أي أزمة أو أزمات في هذه البلد. فيقول رب العزة جل وعلا في كتاب العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول أيضاً: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. إذن المولى سبحانه وتعالى يريد منا أن نعتصم بحبل الله، ونكون يداً واحدة على كل معتدي، وعلى كل ظالم، وعلى كل إنسان يستغل الآخرين، وعلى كل إنسان لا يتقي الله في الآخرين. لم تكن هناك أزمة بالمرة، ولكن الأزمة افتعلها بعض التجار الذين لا يخافون الله جل وعلا. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول:
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كلنا جسد واحد، لو عضو في الجسد ده اتألم الجسد كله بيتألم، لو واحد فينا اتألم يجب ان كلنا نتألم. ما هي كده، وهو ده الإسلام، وهي دي الشريعة، وهو ده المطلوب مننا. إذا واحد بس اتألم الكل يجري عليه، الكل يعالجه ويدويه، الكل يشوف الوجيعة بتاعته فين. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لازم ناخد بيد من حديد على كل إنسان يستغل ومستغل، على كل إنسان ما يخافش من ربنا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض، الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لو رحمنا بعضنا ربنا هيرحمنا، إنما عشان نستغل بعضنا وكل واحد عنده مليون كرتونة زيت في المخازن بتاعته، واللي عنده مليون شكارة رز، واللي عنده مليون شكارة مكرونة، واللي عنده مليون كيلو سكر، طب فين الغلا اللي جالك في ده كله؟ ليه بتستغل الناس؟ بتزود الأسعار على الناس ليه؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الكل محتكر خاطئ، يعني عاصي، يعني معتدي، يعني بعيد عن الجنة، يعني قريب من النار. من احتكر على المسلمين، اللي بيحتكر على الناس سلعهم وأقواتهم وطعامهم، ماله ده؟ اللي بيحتكر الحاجة دي يقول لك أشيلها عشان الغلا، أو يقول لك أنا غليت الحاجة وهي أصلا موجودة عنده من الأول. ده أنت بتوكل عيالك نار، ده أنت بتودي عيالك نار جهنم. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من الحرام النار أولى به. بتدخل على بيتك حرام ليه؟ حاجة غليت، حاجة غليت. الرغيف اللي كنا بنجيبه حر بخمسة وسبعين بخمسين، المخابز غلوه 75. يا عم اتجي ربنا، هو التموين بيحاسبك ايه؟ التموين بيحاسبك على ان الرغيف بخمسين قرش ولا بشيرن ولا بايه؟ بعد ما الناس كانت بتجيبه، اللي بيروح يفطر في شغله ولا اللي بيحتاجه ولا البطاقة مش مقضية ولا ده، يقول لك انا هجيب لي وجة عيش ولا 10 ترغفة، يلاقي العشر ترغفة اللي كان بيجيبهم بخمسة جنيه يجيبهم بسبعة جنيه ونص. عشان ايه طيب؟ ايه اللي حصل؟ ما كل حاجة زي ما هي، ما فيش حاجة غليت. بنعمل في بعض كده ليه؟ كل محتكر مستغل للظروف خاطئ. من احتكر ليغلي على المسلمين أسعارهم أصابه الله بالجذام والفلس. شفت بقى؟ ربنا هيبتليه بمرض الجذام والإفلاس، يعني اللي هتلمه هيطير، مش هتستفاد بيه. ده بخلاف كده، مرض الجذام ده مرض معدي بيصيب الأطراف، يفضل يأكل في الأطراف بتاعتك لما يوصل للعظم. طب ليه؟ ايه الداعي ان احنا عملنا الايام اللي فاتت كده في بعض؟ طب هي الحكومه نزلت الرز ب10 جنيه والمكرونه ب10 جنيه وما اعرفش. طب ما هي الحكومه، طب وقف جنب الشعب ونزلت، انت موقفك ايه دلوقتي؟ بضاعتك بقت بائره مش هتتباع، محدش هيبص لها، محدش حتى هيحترمك فيما بعد. يعني بعد ما الناس رفعت فوجئنا في المولات والحاجات دي، نزلوا الاسعار تاني. طب ليه عملت كده من الاول؟
ليه استغليت اخوانك من الاول؟ خفت ان ربنا يصيبك بمرض الجذام والافلاس، ها؟ فقد برئ من الله وبرئ الله منه. اللي بيستغل الناس وبيحتكر فقد برئ من الله وبرئ الله منه. ربنا بريء منه، ربنا بريء منك يا اللي عملت كده، يا اللي استغليت ظروف الناس والبلد والدولة، بدل ما تقف جنب بلدك ودولتك وشعبك وناسك استغليت الظروف، رفعت الحديد وصلته للعشرينات فوق. طب ما انت عندك ملايين الاطنان من الحديد، يعني ما فيش حاجة جات لك زيادة دلوقتي. انت ليه ده بكره وبعده هتتعذب بالحديد بتاعك ده في نار هتتكوي بيه، الفران بتاع الحديد ده هتدخل جواها انت. مش ربنا اللي بيقول نار وقودها الناس والحجاره؟ ها؟ وكل انسان ما طلعش زكاه الحاجه بتاعته هيتعذب بيها؟ هتتعذب بالحاجه بتاعتك دي في نار جهنم؟ فرن، الفرن اللي بتبقى فيه الحديد زي الميه ده، لما تدخل ده انت بتبقى بينك وبينه كيلو ما تقدرش. يا اخوانا نتيجي ربنا في بعض. المهاجرين والانصار لما مشوا على بعض وراحوا لهم، المهاجرين عملوا معاهم ايه؟ استغلوهم، قال لك دول ناس وافدين ونستغلهم ونغلي عليهم الاسعار ونمسك في رقبتهم ونخنقهم. ده قال لهم تعالوا، اللي عنده بيتين قال له خد بيت، واللي عنده اتنين ستات قال له خد لك واحدة نجي لك اللي تعجبك، واللي عنده فدانين الارض قال له خد فدان وانا اخد فدان. اتكاتفوا مع بعض لانهم عارفين انهم بلد واحدة ودولة واحدة وايد واحدة، عارفين ان لهم قائد واحد. ناس بتخاف من ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأشعريين عندما كانوا يصابوا بالفقر أو بالغزو كانوا يجمعوا أموالهم، يجيبوا الفلوس، كل اللي عنده حاجة يجيبها، فلوس، طعام، أكل، كل حاجة، مية، يجيب كل اللي عنده ويخلطوها على بعض كلها ويقتسموا ذلك بالسوية. كل واحد ياخد له مال يحفنا كده، خد وانت خد وانت خد. شفتوا الناس كانت بتحب بعضها قد ايه؟ شفتوا الناس كانت بتخاف على بعضها قد ايه؟ اللي عنده عشر ارداب زي اللي عنده قدح واحد، كانوا يجيبوا كل اللي عندهم ويخلطوه على بعض ويقسموه على بعضهم كلهم. ما كانوش بيستغلوا بعض ولا بياكلوا في بعض، ولا الواحد فيهم عايز يجيب اخوه تحت رجليه يموته، لا، كان في حب وود. اللي نزع الحب ده بعدين عن ربنا، وكرهنا وقلوبنا اللي اتملت حقد وكره البعض. عشان ايه؟ ما كلنا هنموت، ما كلنا هنسيب الدنيا باللي فيها، لا منصب هينفع ولا جاه ولا فلوس ولا اولاد ولا عطيان ولا عمارات ولا عربيات، كله هتسيبه، بس تسيبه وربنا راضي عنك، تسيبه وانت مطلع حق ربنا، تسيبه والناس اللي حواليك بتدعي ليك. ده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالكرم الإسلامي اللي احنا ربنا أكرمنا به النهاردة ده، ها؟ كان الواحد فيهم بيبدي جاره، لو واحد أهدى لجاره رأس شاه كانت بتطوف على البلد كلها لحد ما ترجع لصاحبها تاني، يقول ادي لاخويا انه محتاج اكتر مني، وده يقول لجيران ادي جاري وادي جاري وادي، لحد ما ترجع لصاحب الشاه الاولاني خالص. شفت الحب والود والتكاتف وصل لدرجه ايه؟ مش نستغل بعض ونرفع على بعض، وكل واحد فينا عاوز يبقى هو اللي فوق والناس كلها تحت. صدق بالله العظيم عمرك ما هتطلع على اكتاف الناس ابدا، ولا عمرك هتوصل بطول ما انت ما بتخافش من ربنا، ولا عمرك هتغتني بطول ما انت بتغتني على حساب الفقراء المساكين ابدا. بلدك محتاجاك، مصر محتاجاك، البلد دي اللي انت عايش فيها دي الخير كله اللي انت فيه منها هي،
ما تستكترش على اخوانك ان انت تضح في سبيل اخوانك. ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين. سيدنا عثمان بن عفان لما ربنا اكرمه، احنا نضرب مثالين بصحابي جليل واحد بس، لما جه اليهودي اشترى، كان عنده بئر اسمها بئر روما، والناس كلها كانت بتتمنى بئر روما دي تشرب منها، وكان اليهودي ده لما ليج ما فيش بئر غيرها هي، استغل الظروف وبيجي بدل ما بيبيع الكباية مثلا بدرهم بحها بدينار، والدينار زي ما قلنا يفوق المية درهم بمراع، ده ذهب وده فضة، بدل ما كان بيبيع ده بدينار بقى بعشرة دينار، استغل الظروف. المسلمين عطشوا، الدواب بتاعتهم عطشت، عايزين يشربوا هم والدواب. لما اليهودي استغل سيدنا عثمان بن عفان عمل ايه؟ راح لليهودي، ما هو ده بقى ذكاء المسلم، ذكاء المسلم اللي بيخاف على اخوانه. راح لليهودي قال له تبيع لي نص البير، اخد منك نص البير باللي انت تقول عليه. برضو استغل الظروف، لو نص البير تساوي 100 دينار قال له 500 دينار، قال له اخدها منك. عثمان بن عفان اللي اتجوز بنتين من بنات الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له انا اخدها منك بالمبلغ اللي تقول عليه. خدها منه ب500 دينار، او خدها منه غل عليه السعر، برضه خدها منه ب500. جه قال لي المسلمين اليوم اليهودي ليه يوم وانا ليا يوم، ما احنا قسمنا البير بالنص، ناس تشرب يوم مع المسلمين من سيدنا عثمان، واليوم الثاني اللي يروح لليهودي يدفع له ويشتري منه. سيدنا عثمان قال إني وهبت يومي لله ولرسوله وللمسلمين، أنا مش هبيع، أنا ما اشتريتهاش عشان أبيعها للمسلمين، ده أنا اشتريتها عشان أغني المسلمين، عشان ما أخليهمش يتذلوا لغير المسلمين. اليوم بتاع سيدنا عثمان المسلمين يشربوا وياخدوا كفايتهم لليوم التاني، اليهود يجي تاني يوم ما حدش يشتري منه. قعد على الحال ده فترة، قال لا ما انا كده انا بخسر. بقول لك ايه عثمان؟ قال له، قال لي تبيع لي تاخد نص البير التانية؟ قال له اخد نص البير التانية، ما خدتها ب500 دينار هاخد التانية دي ب500 برضه. واشترى منه البير كلها واهداها للمسلمين، وما كانش لا بيبيع للمسلمين ولا بيستغل المسلمين، بس كان بيعمل لربنا، كان خايف من ربنا سبحانه وتعالى، كان عامل حساب انه هيموت، مهما وصل في الدنيا هيموت، كان عامل حساب ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الجبل وكان عليه عثمان وعلي وابو بكر وعمر والجبل اهتز من تحت رجليهم، سيدنا النبي قال له اثبت احد، اثبت يا جبل، ما عليك الا نبي، ليس عليك الا نبي وخليفه وشهيدين، شهداء عليك نبي وخليفه وعمر وابو بكر وعلي وعثمان، دول شهداء، عاملين حسابه انه هيموت شهيد ازاي؟ سيدنا عثمان بن عفان لما جت التجارة 1000 بعير محملة من الخيرات من الشام، كان مشتريها سيدنا عثمان، زي ما ربنا أكرمنا إحنا وجت لنا هنا، هو السفينة اللي كانت محملة بالدقيق من برة قبل المعركة ما تقوم، وقبل البلاوة ما تقوم في بين روسيا وأوكرانيا، وربنا أكرمنا بأنها وصلت الحمد لله بسلامة الله قبل المصائب دي ما تحصل. سيدنا عثمان وصلت برضو القافلة بتاعته 1000 بعير محملة بالدقيق، والوقت ده ما كانش فيه في المدينة كيلو دقيق واحد. التجار جم يجروا عليه، نأخذها منك بضعف الثمن، ايه رأيك ان كانت بجنيه ناخذها ب2؟ قال لهم لقد زادني من هو افضل. قالوا ناخذها منك بالضعفين، ابو جنيه هناخده منك ب3 و4. قال لهم لقد زادني من هو افضل.
مين اللي زادك واحنا كل تجار المدينة هنا يا عثمان؟ قال لقد بعتها بمن أعطاني على الدرهم 10، لقد وهبتها لله ولرسوله ولفقراء المسلمين. 1000 بعير محملة بالدقيق يهديها للمسلمين، والتجار كانوا رايحين علشان يشتروا ويستغلوا الناس. هو استغلهم؟ أبدا، ده هو قال له ما أنا هديها كمان هدية للمسلمين. آدي الناس اللي بتخاف من ربنا. النهاردة بنحتفل بعيد المنيا القومي، عاوزين الاحتفال ده يبقى احتفالات، عايزين كل الناس تطلع من المسجد ومن البيوت تلاقي الحاجات نزلت تاني، عايزين كل واحد غلى كده يرجع لربنا تاني. بكرة بنحتفل باسترداد طابة، آخر شبر استردته مصر من إسرائيل 19/3/1989 على يد الراحل الرئيس الراحل رحمة الله عليه وبركاته، وجعله من أهل الجنة، وجعله من صفوة أهل الجنة، وبارك الله فيه وفي أولاده وفي كل من يحبه. محمد حسني مبارك رجعنا آخر كيلو متر مربع أو أقل، ما قدرش ينام، وصمت واحد من بلده في إيد مستعمر. لازم كلنا مش عاوزين ننام الليلة دي في يوم النص من شعبان، في يوم تحويل القبلة للمسلمين، إلا وكلنا مبسوطين وكلنا قلوبنا راضي على بعض وكل مصر في أمن وأمان. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو في الدنيا والآخرة، اللهم ارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم لا تحوجنا لأحد يا رب العالمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا يا كريم، وحافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا يا كريم، وعلى شعب مصر يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.